السلام عليكم متتابعي ومتتابعات قناة شاف هاشم سكينة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون كريب نوتيلا، كريب فريزي ماشي كريب عادي. غادي نديروه فريزي. غادي نحتاجو ليه نص سطرو ديال الحليب، 3 ديال البيضات، وزلافة ديال الطحين فورس، معلقة كبيرة ديال الزبدة، وجوج معالق كبار ديال السنيدة، وشوية ديال الملح. وهنا سوا ديرو هاد سكر فاني ولا ديرو لاروم ديال الفاني، هي من الأحسن هاد لاروم كتعطيكم ديك النكهة ديال الفاني مجهدة. هذا هو اللي كيخدمو به في المحلات برا، كتكون ديك النكهة ديال الفاني عاطية وديك ريحة الكريب تتشهي، كيخدمو بهاد لاروم ديال الفاني. أنا هنا غادي ندير واحد شوية من هاد لاروم حتى هو. غادي ناخذ مولينكس وغادي ندير فيها دوك المكونات ديالي كاملين. قلنا البيض، 3 البيضات، طحين فورس، داك فورس مزيان ديال الحلوى، معلقة ديال الزبدة، ونص سترو ديال الحليب. وهنا قلنا جوج معالق ديال سنيدة كبار مع قبيصة صغيرة ديال الملح، أنا خلطتها معاها. غادي ندير هاد غندير سكر فاني وعاد غادي ندير شويه ديال لاروم. هنا لما كاينش لاروم ديروا جوج شاسيات ديال الفاني باش يعطيكم نكهه الفاني مجهده. هنا لاروم غادي ندير شويه باش مجهد، غندير غير الراس ديال الموس غير شويه صافي. وغادي نطحن كلشي في مولينات. صافي غادي ناخذ الخليط ديالي وغادي نصفيه. هو ملي تطحن في مولينكس شي ما تيبقى ولا لي غران لا والو، ولكن ضروري يدوز في الصفايه. صافي غادي نخليه يتروبوزا واحد 15 دقيقه ولا 20 عاد غادي ندوزو للطياب. هنا بعد ما تروبوزات ليا لاباراي ديال لي كريب، غادي ناخذ شوكولاط نوتيلا وغادي نطلقو شويه د الزيت. حنا هنا قلت لكم غادي نديرو لي كريب بحال ديال محلات اللي على برا. محلات اللي على برا تيطلقو نوتيلا ديالهم بالزيت، ما تيخدموش فيها هكاك، كانت هكا قاصحه. ناخذ الزيت الرومية وغندير شوية. صافي غادي نخلط حتى غادي تخفف لي هذيك النوتيلا شوية وتجيني ساهلة في الخدمة بحال هكا.
صافي دابا غادي ندوزو باش نطيبو لي كريب ديالنا. دابا من بعد ما تروبوزات ليا لاباره ديال لي كريب غادي ناخذ المقله اللي غادي نطيب فيها. انا غناخذ هادي عندي كبيره نديرها تسخن وندهن الزبده وغادي نطيب. شوف هنا لاباري ديال الكريب كتبان خفيفه ولكن مزيان باش تجيني ديك الورقه ديال الكريب تجيني رقيقه. نحيد لهاد الجنيبات ديالها ومن بعد كتطيب. صافي غادي نطيبها من الجهه الاخرى. هنا انا ناقصه البوطه. هادشي ريحه الفاني اللي طالعه منه زوينه. داك لاروم ديال الفاني راه داك الحكيك صغير غير ب 10 دراهم و تيدي لك شحال راك شتو درت غير قيطه. سي بون كريب ها هو واجد طايبه. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى غادي نطيب لي كريب ديالي كاملين. انا ما غنطيبش كامل غادي نطيب غير الكميه اللي غادي ناكل وغادي نخلي لاباراي في الثلاجه كتبقى المده ديال 3 جوغ. كل نهار طيبي تاكليه سخون. غادي نطيب دابا غير الكميه اللي غادي ناكل وغادي نخلي شي لافا في الثلاجه ما كتخسرش. كتبقى 3 ايام و 3 ايام غيخصك ترميها. هنا من بعد ما طيبت لي كريب غادي ناخذهم وغادي نلويهم بحال هكا. هكا وغادي نبدا نقطع بالمقص بحال هكا. غادي تجيني بحال طاغلياتيل. هنا حتى في الماكله ديالو كتجي زوينه حلوه. صافي غادي نكمل التقطاع ديال لي كريب ديالي وندوزو للدريساج. هنا قبل نوريكم الشكل ديالها ملي حليتها. شوف صافي دابا غادي ناخذ الشوكولا
غادي نزيد هنا واحد شوكولا ميلكا، عاد غادي نزيد فوق منه الشكلاط. ديكوري بيه، تقدروا ديروا الشوكولا، ديروا الفروي، تقدروا ما ديروا والو كاع، تخليو غير بنيتيلا. انا هنا غنديكوري بالشوكولا. غادي نعاود ندير نوتيلا من الفوق. سي بون، هذا هو الشكل ديال كريب نوتيلا فريزي. غادي نصاوب معكم وحده تريونغل عاديه بنوتيلا وشوكولا ميلك. هنا اون فوا غادي نقلبها وغادي نعمر بالشكلاط. انا خدت الشكلاط وغادي نديرو من الفوق بحال هكا و موسوس ديال الشوكولا بحال هكا صافي. و فوالا لي كريب ديالي ها هو واجد. هذا كريب نوتيلا فريزي. وهنايا درت معكم وحده تريونغل عاديه بنوتيلا ميلكا. شاركت معكم لا روسيت ديالي ديال لي كريب واللي تيخدموا بها حتى المحلات برا، والسر ديال ديك النكهه الفانيل اللي كتكون عاطيه في المحلات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كانت معكم في تقديم شاف هاشم سكينه. تلقاو فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.